مفيش أجمل من إنك تاكل ثمرة إنت زرعت بذورها بإيدك، وده مش بس عشان صحتك البدنية، لأ في صحة أهم وهي الصحة النفسية. كلنا عارفين النهاردة إن مزروعات كتيرة ملوثة بكل أنواع المبيدات السامة والمضرة بالصحة ومضرة بالبيئة، وعلى الأساس ده الزراعة المنزلية سواء كانت في حديقة المنزل أو فوق سطح المنزل أو في بلكونة المنزل هي الحل الأمثل عشان نتجنب كل مخاطر المبيدات السامة وبالتالي التأثير الإيجابي على صحتك البدنية. إيه جمال إنك بتاكل من زرع إيدك، شوف إيه الأثر الإيجابي على حالتك وصحتك النفسية، وده الهدف من الفيديو ده، مش هنزرع لكن هنتعلم إزاي هنفرح باللي هنزرعه، واللي زرع قبلينا أكيد حس بيها زينا. لو حضرتك اقتنعت إن تحضير طبقك الغذائي بيبدأ من المزرعة مش من المطبخ زي ما كنا بنتصور، يبقى مهم جدا إنك تتابع معانا الفيديو ده من قناة زراعة سهلة، وإن شاء الله هتطلع بالمعلومة المفيدة وهيعجبك الفيديو وهتعمل إعجاب ومشاركة لأصدقائك، وإن شاء الله تكون عضو معانا في القناة بعد ما تعرف إزاي تزرع وإيه اللي هتزرعه وإمتى تزرع. كل ده هنجاوب عليه في الفيديو اللي حضرتك بتشوفه. ومع أول سؤال، إزاي أزرع في المنزل؟ كتير مننا بيسأل إزاي أزرع في المنزل، والمشكلة إن في خلفية عندنا إنها من الأمور الصعبة، والإجابة عندنا لا، مش من الأمور الصعبة، لكن في أمور تانية سهلة لازم تتوفر عشان تنجح الزراعة في المنزل وما تكونش من الأمور الصعبة. ممكن نقول عليها عناصر أساسية للزراعة المنزلية، ويلا بينا على طول نتعرف عليها. العنصر الأول ضوء الشمس. الأساس وصول الشمس بشكل مباشر للمكان اللي حضرتك عاوز تزرع فيه، سواء كان في الحديقة أو في السطح أو البلكون، وكمان ما تقلش مدة وصول الشمس للمكان اللي انت اخترته عشان تزرعه عن 6 ساعات يوميا، يعني المكان يكون شرقي أو شرقي جنوبي، وما يكونش شمالي أو غربي، وما يكونش متداري ورا حيطة أو مبنى مثلا. وده أول شرط، وشرط ضروري ومهم جدا لنجاح الزراعة في المنزل. العنصر التالي التربة. بالنسبة للتربة، تربة الحديقة لازم الأول نتأكد إن مفيش بواقي من بناء سور الجنينة القديم أو غيره زي حصى أو طوب، والبواقي دي بتخلي الأرض صماء ما بتنفس منها المية للنباتات، وده بيسبب في النهاية اختناق الجذور وموت النباتات. أما التربة فوق الأسطح والبلكونات فبيفضل استخدام تربة نظيفة، تركيز الأملاح فيها قليل، خالية من الأمراض والحشائش اللي بتضر بالنباتات. ولو كانت المقدرة المادية أعلى فالأفضل تشتري تربة زراعية معقمة زي البيتموس وغيرها من الأوساط الزراعية المعروفة، والأنواع دي بتمتاز بخفة الوزن والمحافظة على المية ونظيفة. العنصر الثالث المية. لازم نخلي بالنا من نوع المية اللي هتستخدمها، وضروري نتجنب المية اللي ملوحتها زيادة لأنها بتسبب حروق للنباتات وصعوبة امتصاصه للغذاء وبالتالي موت النباتات. والنقطة دي مهمة جدا لأنك هتستخدم أسمدة ممكن تكون بتحتوي على بعض الأملاح، وده بيزود صعوبة الأمر بالنسبة للنباتات. العنصر الرابع الأسمدة. لازم نوفر للنباتات الأسمدة المناسبة، ونصيحة ما تستخدمش السماد الكيماوي بشكل كبير وأساسي، لكن لو كان صعب استخدام أسمدة عضوية يبقى أفضل الأسمدة الكيماوية سماد الـ NPK العشريني المتوازن، أو تقوم بتحضير أسمدة في المنزل زي سماد قش الموز وقش البيض وسماد الحديد والرز والليمون، وفي غيرهم أسمدة كتيرة وموجودة في القناة فيديوهات خاصة بيهم، وهنسيب اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. لكن لو هنستخدم الأسمدة العضوية اللي هي عبارة عن مخلفات النباتات الحيوانية أو النباتية بعد تحللها بتكون أفضل طبعا،
كمان ممكن نقع كمية من مخلفات حيوانية مثلا زي الأبقار أو الجاموس ونحطها في برميل مية، وناخد المية ونخففها بنسبة 10 لترات مية، منضيفها على لتر من المنقوع ونروي به الزرع، فبيكون ري وتسميد. العنصر الخامس مكافحة الأمراض والأفات. بالنسبة لمكافحة الأمراض والأفات، الأفضل ما نستخدمش المبيدات في الزراعة المنزلية، لكن الأفضل نجمع الحشرات بالإيد أو نقطع الجزء المصاب من النبات أول بأول، أو نغطي النباتات بالشبك وغيرها من الطرق اللي بتحمي النباتات من الحشرات، أو بطرق طبيعية بنزرع النباتات بتمنع الحشرات زي أصناف نباتات زي وبتحارب الفطريات زي الثوم والريحان، وبنزرعها حوالين النبات. العنصر السادس توفير معدات الزراعة. طبعا لازم توفير معدات الزراعة المنزلية البسيطة عشان نقدر نقوم بتهوية التربة ومكافحة الحشائش والري والرش وحماية النباتات وغيرها. كده بنكون أجبنا على السؤال الأول وهو إزاي أزرع في المنزل، واتكلمنا عن 6 عناصر أساسية بشيء بسيط، لأن إحنا هنا مش بنزرع، إحنا بس بنحاول نوضح أساسيات للزراعة. السؤال الثاني، إيه اللي أزرعه في المنزل؟ وإجابته معظم المنازل بتشتكي من المساحة الضيقة، عشان كده هيكون التركيز دايما على زراعة بسيطة للخضروات، لأن استهلاكها كبير والطلب عليها بيكون يوميا، خصوصا الخضروات اللي بتدخل في مكونات السلطات. لكن التركيز على الأشجار بيكون شوية قليل، عشان كده هنركز زراعتنا على الورقيات زي الخس، زي البصل الأخضر والجرجير والنعناع، وعلى الطماطم والفلفل والخيار والبطاطس، ودول بيعتبروا حجر الأساس للحديقة المنزلية من الخضروات أو البلكونات والأسطح بس بشكل بسيط. لكن نصيحتنا دايما الاهتمام بالنباتات الصغيرة واللي انتاجها سريع، يعني ما يتعداش الشهر مع التنوع. المهم كل اللي بيحتاجه طبق السلطة لازم يكون في حديقتك أو فوق سطحك أو في البلكون. السؤال الثالث، إمتى أزرع في المنزل؟ وإجابته طبعا كلنا عارفين ودرسنا إن فيه نباتات صيفية ونباتات شتوية، وعلى الأساس ده فيه خضروات صيفية وخضروات شتوية، وده مش معناه إن الصيفية بتزرع بالصيف وإن الشتوية بتزرع بالشتاء، لأن ما فيه زراعة بالصيف ولا بالشتاء، لكن التسمية جاية من فصل الحصاد والجمع والأكل، الصيفية لأننا بناكلها في الصيف والشتوية لأننا بناكلها في الشتاء، لكن الزراعة نفسها بتكون في الخريف أو الربيع حسب نوع النبات. وده بينقلنا لسؤال تاني، طيب إزاي أعرف إيه اللي يتزرع في الخريف عشان أكله في الشتاء، وإيه اللي يتزرع في الربيع عشان أكله في الصيف؟ والإجابة نباتات الخضروات الشتوية اللي بتزرع في الخريف هي كل الخضروات اللي بتتاكل أوراقها ما عدا الملوخية، زي الخس، زي البقدونس، السبانخ، السلق، وكمان كل الخضار اللي بيتاكل ضرناته وجذوره ما عدا البطاطا الحلوة، زي البطاطس، زي الجزر، زي البصل، الثوم، الفجل، اللفت، كمان ممكن الفول والبسلة. أما نباتات الخضروات الصيفية اللي بتزرع في الربيع هي كل اللي بيتاكل ثماره وبذوره ما عدا الفول والبسلة اللي هو كان قبل كده، زي الخيار، الطماطم، الفلفل، القرع، الكوسة، كمان الملوخية والبطاطا الحلو. أخيرا مهم جدا تعرف إن الخضروات الصيفية ممكن نزرعها مع الخضروات الشتوية في فصل الخريف لو وفرنا لها الظروف المناسبة، زي البيوت المحمية اللي هي الصوب الصغيرة في الحدائق. ختاما أرجو يكون الفيديو ساعدكم ولو شوية، وإذا عجبكم ياريت تعبروا عن كده بالإعجاب، بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو، ووعوا تكونوا لسه ما اشتركتوش في القناة. إيه اشتركتم؟ أهلا بكم، شرفتونا، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.